يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتساهل بصلاة الفجر فلا يصليها في وقتها، وإنما يصليها عندما يصحو وقت دوامه ووقت عمله، فبماذا توجهون حفظكم الله؟ فلما صلى ولا تصح صلاته إذا تعمد إخراجها عن وقتها من غير عذر، فالجمع يريد أن يجمعها مع التي بعدها وهو يجوز له الجمع، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي يباح له الجمع. نعم.